تجميد آثار العقد المبرم بين مساهمي مجمع الخبر وشركة نيسبروت. جميع فريق الدفاع سوف نتخذ القرارات اللازمة ألا وهو إلى الاستئناف أمام مجلس الدولة، وأن لا يمكن الخلط، لأن الحكم الذي صدر اليوم هو حكم تجميد آثار العقد أي مراكز الأطراف، ولم يأمر أبدا بغلق أي جريدة أو أي فرع من فروع مجمع الخبر. المنازلة قانونية بحتة، والله ما عندها علاقة بالسياسة. يعني قسم جاوب، احنا دوك باش نعاود ونجاوبوا، ومؤسسة نيسبروت أيضا باش تزيد تجاوب حتى هي، ثم تقرر المحكمة حسب تقديراتي، حسب ما فهمت من السيد الرئيس. يعني ربما المحكمة تحب تفصل قبل تاريخ 5 جويلية، لأنكم تعلموا تاريخ 15 جويلية، لأن 15 جويلية هو بداية العطلة تاع القضاة.